على اعتاب التاهب للاستعداد لمباراه الاهلي والترجي مساء اليوم على استاد رادس، بالطبع كل الاخبار وكل المعلومات الناس كلها محتاجه تسمعها من تونس. ويمكن احنا الحمد لله يمكن على مدار السنوات الماضيه بنتميز دايما بالتغطيه الخاصه والحصريه وكل الاخبار وكل الكواليس من معسكر فريق النادي الاهلي في اللحظات الحاسمه والمهمه في تاريخ كل النهائيات الافريقيه في السنوات الاخيره. ويمكن الحمد لله يمكن احنا سعداء الحظ ان احنا عشنا مع هذا الجيل العظيم 5 نهائي متتالي من 2020 حتى 2024، وقبل كده عشنا مع جيل تاريخي من 2005 لغايه 2013، احداث مهمه جدا وتاريخيه مع النادي الاهلي في الالفيه الجديده مع النهائيات التاريخيه سواء في دوري الابطال او حتى كاس الكونفدراليه او حتى كاس السوبر الافريقي. النهارده عندنا بالتاكيد حدث تاريخي جديد وهو نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2024.